سيد عيسى، وكل عام وانت بخير، ولو انه العيد يعني خلص، لكن واضح انه يعني كعك العيد هل من الممكن ان ياتي ايضا على السوق المصريه باعتبار لم يوزع بشكل كبير على السوق؟ اي جي اكس 30 حظي بتراجعات او حتى مني بتراجعات قاسيه في هذه المرحله. أولا كل عام وأنتم بخير. العيد طبعا نتمنى تكون أيامنا كلها أعياد وسعيدة. يعني نقدر نقول إنه الجلسة اليوم يعني عكست برضو أجواء استمرار الأجازة، وإنه تعاملات الأجانب اليوم ضغطت على السوق ضغوط قوية من خلال الأسهم القيادية، خصوصا البنك التجاري الدولي، المجموعة المالية هيرمس، طلعت مصطفى، مصر الجديدة. وإن كان أكثرها تأثيرا بالطبع هو البنك التجاري الدولي اللي كسر حاجز 48 جنيه وهبط تقريبا في حدود 4%، مما أدى إلى الهبوط الكبير اللي شفناه في المؤشر الرئيسي 1.4%، لأن البنك التجاري الدولي بيمثل 26.9% من إجمالي وزن 30، وبالتالي ال 4% فيه تعمل أكثر من 1% من الهبوط اللي حصل في المؤشر نفسه. فأعتقد مبيعات الأجانب، ودي أعتقد تقترب بقى الآن من الظاهرة، لأنه الأسبوع الماضي برضو كانت فيه مبيعات مكثفة للأجانب، يبدو ان هم تاثروا بمخاوف صندوق النقد الدولي من توقعاته ان اسواق الاسهم ممكن تعاني مشكله الفتره القادمه في ظل انهيار اسعار بعض السلع زي البترول واسعار السلع الغذائيه الفتره القادمه. فهو شايف انه الارتفاع في اسعار الاسهم ليس له ما يبرره في ظل هذه الظروف من الناحيه الحقيقيه ومن الناحيه السلعيه. يعني طيب كيف أعتقد هم تتصرف بيستبقوا الدول؟ الأحداث. يعني هل برأيك أنه الأسواق الناشئة أو من بينها السوق المصرية قد تتأثر بمبيعات الأجانب؟ هذا الأمر طيب كيف بينطبع على أداء المتداولين المحليين؟ بالتأكيد، لأنه يمكن حتى لاحظنا النهارده المفارقة أنه مؤشر إيجيكس 70 كان هو يعني أخضر طوال الجلسة، بعكس إيجيكس 30 بدأ أخضر ثم انتهى إلى أحمرار قاتم في نهاية الجلسة. وده بيبين انه الاسهم السبعين، لانها اصلا لا تحظى باهتمام الاجانب على الاطلاق، ممكن تكون هي قبلة المستثمرين الفترة اللي جاية الى ان ينتهي الاجانب من هذا الاتجاه البيع اللي داخل في اسبوع. صحيح هم لغاية دلوقتي حصاد العام في شراء يقترب من 2 مليار جنيه، لكن ربما يكون التكتيك اتغير او الاستراتيجيه اتغيرت في الاستثمار. ممكن يكون دلوقتي بيعمل عمليه جني ارباح بعد عمليه الاكيوميليشن او التراكم في الاسهم اللي عملها خلال الشهور الماضيه. يعني نعم. طيب لنعد الى يعني صندوق النقد، واضح انه في تاثير، وخصوصا انه وزير الماليه يعني سوف يعرض خطط الاقتصاديه للحكومه. طيب لنرى كيف تحولت طبعا مجريات الاحداث، كما راينا سيد عيسى بالفترات الماضيه عندما كانت مصر، يعني نحن نتحدث عن الحكومه السابقه، يعني في الفترات السابقه عندما كانت مرهونه لوضع معونات او حتى مساعدات او قرض من هذه المؤسسات الماليه. هل برايك مصر تتعامل مع أسلوب جديد اقتصاديا، سوف لا تلجأ أو لا تحبذ أن تلجأ إلى أسلوب الاقتراض من المؤسسات الدولية، وجدت مخارج أخرى لعمليات التمويل؟ أعتقد أنه الحكومة المصرية في الاجتماع السنوي للصندوق حاليا، أعتقد هو الهدف منه هدف فني أكثر منه ما هو هدف مالي. ليس الغرض منه الحصول على قرض، وإن كان هذا أمر وارد أيضا في الفترة القادمة على حسب ظروف التدفقات النقدية الاستثمارية الأجنبية اللي هتيجي لمصر الفترة اللي جاية. فالاقتراض ليس هدفا في ذاته، ولكن هو الهدف هو الحصول على تقرير يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح. صحيح تقرير الصندوق ما زال يقول أن مصر ما زالت تمر بمرحلة إصلاحات صعبة لكنها بدأت، وبالتالي هو لم يكن متشائما، ولكنه يمكن أعتقد أنه كان استاتيكي في تقديراته، بمعنى أنه لم يأخذ في الاعتبار التغيرات التي حدثت في أسواق السلع على مستوى العالم. أنه طبقا لمنظمة الفاو السلع الزراعية بالذات القمح والذرة انخفضوا بنسب تتجاوز 20%،
ومتوقع استمرار هذا الانخفاض في عام 2015، بعكس الرز هو اللي ارتفع. ويمكن مصر فيها ما في ميزة نسبية انها تصدر ارز، واوقفت تصدير الارز حتى لا تكون هناك أزمة في المعروض منه. أيضا البترول زي ما احنا شفنا على مدار الأسبوعين الماضيين انخفض بأكثر من 10 دولار للبرميل. وكما نعلم مصر مستوردة صافية للمنتجات البترولية ومستوردة صافية للعديد من السلع الاستراتيجية، وبالتالي انخفاض أسعارها بطبيعة الحال لازم ينعكس على أسعارها في الداخل. وبالتالي أعتقد أن معدل التضخم اللي أذكره الصندوق أعتقد أنه محتاج إلى مراجعة، لأنه لم يأخذ في اعتبار هذه التغيرات الجديدة، خاصة كما نعلم أن هذه الحسابات التي يقوم بها الصندوق يقوم بها في ضوء فترة سابقة، وبالتالي بيعمل إسقاط على فترة قادمة، كما لو كان يعني هناك انحدار خطي أو ارتباط خطي ما بين بعض المتغيرات وبعضها بحيث يوصل للنتائج دي. يعني خاصة أنه لما يقول أن معدل النمو السنة الجاية يبقى 3.5% والسنة دي 2.2%، طب إزاي معدل البطالة يرتفع مع ارتفاع معدل النمو؟ خاصة أن رويترز في تقرير أخير ليها ذكرت أنه الاقتصاد المصري في الشهور الأخيرة سجل تحسن جيد، خصوصا على مستوى طلبيات الشراء، وأنه بدأت الشركات تطلب تعيينات جديدة فيها. أيضا لما يأخذ الصندوق في اعتباره أن هناك طاقات عاطلة في كثير من المشروعات، في حال لو اشتغلت ده مش هيعمل تضخم، لأنها في الآخر ملهاش فترة تفريخ، لأنها وانس توفر لها رأس المال العامل هتشتغل هذه المشروعات. ربما يكون بينظر إلى أن المشروعات القومية الكبرى زي مشروع قناة السويس أو المشروعات الحكومية الكبيرة المطروحة ممكن تزيد من الطلب على سلع الاستثمار، الأمر اللي هياخد وقت لغاية ما تظهر أثرها على منتجاتها السلعية. أعتقد أنه لو خد في الاعتبار الأمور الثانية ممكن يجد أن معدل التضخم يعني ممكن ينخفض او يستوي عند الوضع اللي موجود فيه حاليا. طيب ايضا هناك كشف من قبل رئيس البورصه محمد عمران عن تعاون مرتقب ما بين سوق المال المصري وايضا السعودي لتوسيع قاعده الاستثمارات الماليه، كيف تعلق على هذا الامر؟ يعني هو قال تعاون مرتقب لم يحدد الياته بشكل عام، لكن الا توجد ايضا استثمارات سعوديه وخليجيه ان كانت اماراتيه او حتى سعوديه بشكل كبير دخلت الى السوق المصريه في الاونه الاخيره؟ أولا في طبعا رصيد الاستثمارات الخليجية أعتقد كبير، وأعتقد أن الفترة اللي جاية هتشهد تدفقات استثمارية وخصوصا في قطاع الطاقة المتجددة من قبل الإماراتيين هتبقى بأرقام كبيرة جدا الفترة اللي جاية، سواء في طاقة الشمس أو طاقة الرياح. أيضا الاستثمارات السعودية أعتقد موجود لها أو ستاندنج كبير أو رصيد كبير الفترة الماضية، وفي نفس الوقت متوقع منها أرقام كبيرة الفترة اللي جاية. كل ما في الأمر منتظر مؤتمر فبراير أو مؤتمر العام القادم بخصوص الاستثمار في مصر، منتظر ملفات الحكومة تجهزها بشكل دقيق وقوي. ونلاحظ أن الحكومة ليس في عجلة من أمرها، وإلا كانت عقدته وبقت مناسبة فيها علاقات عامة بتتم وينتهي الأمر على هذا الحد، لكن يبدو أن الحكومة جادة في مشروعاتها وتريد أن تقدمها بدراسات جدوى فعالة ممكن تقنع المستثمرين بالإقبال عليها طبقا لأي أسلوب استثماري ممكن يختاره، سواء بالاستثمار مباشرة أو بحق الانتفاع أو بنظام البي أو أو تي أو البي بي بي، على حسب الوضع اللي يكون مناسب لكل مستثمر ومناسب لظروف البلد يعني. وخلينا مع الشركات لأنه لدينا توقعات طبعا لنتائج الأعمال، لكن بعض الشركات قالت بأنها لن توزع. من هذه الشركات هو اقتراح مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قالت بأنها لن توزع أرباح نقدية، ستحمل هذه الأرباح إلى حساب الأرباح المرحلة، وباعتبار أنها تقوم يعني التبرير لهذا الأمر أنها تقوم بتنفيذ مشروعات جديدة. هل برأيك ستلجأ كثير من الشركات في هذا القطاع تحديدا لأن ترحل أرباحها ولا توزع نقديا سيد عيسى؟ وارد طبعا، لانه احنا عارفين برضه في التزامات، وشفنا اللي زود راس ماله زي سودك مثلا برقم كبير يوصل لمليار جنيه من خلال اصدار 250 مليون سهم. وبالتالي اذا كانت الارباح اللي موجوده سدادها للمساهمين هيؤدي الى التاثير على الالتزامات او مشروعات الشركات، اعتقد انه القانون في صف الشركات في هذا الامر، وضد حتى الجمعيات العمومية في هذا الشأن. المادة 43 من القانون بتقول انه
يجب وقف صرف أي أرباح إذا كان هذا يؤثر على التزامات الشركة أو على تدفقاتها النقدية، حتى لو تم صرف الكوبون والشركة احتاجته بإمكانها أن تستدعي ما صرفته من المساهمين. فإذا كان الأمر كذلك يبقى من باب أولى ما صرفش من البداية، وهذا الأمر حق قانوني للشركة، أنه صحة الشركة مقدمة على توزيعات الأسهم بالنسبة للمساهمين. فهذا أمر وارد ممكن يحصل، لأنه كتير من الشركات داخلة على عملية توسعات واستكمالات، فمن الممكن يحصل ده في القطاع العقاري. نعم، أشكرك يا سيد عيسى فتحي على كل هذه المعلومات وعلى تواجدك معنا.